عندي نقطة بالله ذكرتني فيها على المهرجانات. درنير مو خدمنا مهرجان مطمطة الدولي. مهرجان مطمطة الدولي ان شاء الله معناتها تري بيانتو عندنا رونديفو مع المستشار نتاع الوزير ومقدمين شكاية كبيرة. تخيل انت نمشيو ستاف نتاع 25 بيرسون اي ومعناتها والدنيا الكل مريقلة وجاونا باهي وامن حاضر والعالم الكل حاضر. العشرة متاع الليل مسرح معبي مدير المهرجان العشرة غير درجة يقول راو أنيولي. نحكيو معاه قلنا له ما تجيش الحكاية هذه علاش؟ قال هكاكا راو أنيولي وراو جينا شنو السبب يعني؟ هكاكا وحده من راسه طلعت له في حكام على الأمن خرجهم. جينا نحكيو معاه سكر تليفونه وهز معاه اللجنة اللي معاه الكل سكروا تليفوناتهم وخلونا روسنا روس الجمهور. هو خارج قال لهم حاشتكم بوليد دانو في البيت. اما رانا كان دخلت العباد للبيت وريزمون علاقتي طيبه مع الناس وعندي برشا اصحابي غادي نعرفهم وكذا. المفيد قعدنا حتى الماضي ساعه نتاع الليل ونحن لا حياه لمن تنادي. ما ثم حتى مسؤوله ثم حتى مسؤول قاعدين في الفضاء والسيد يحكي معنا عباره باندي عباره في دارهم معنا. مشينا عملنا ديكلاراسيون في المنطقه وروحنا من غدوه الحي قال هبت ستاتيو قال نعتذر لصبت الامطار وانا اجل وحده ياجل وحده عمل كل شيء كي مشلوق بيت أيه. كل دارت عليه والجمهور كل متغشش وعباد قاصه تيكياتها وما رجعوا لهمش فلوسهم أيه. واحنا جينا خمسه من عشاو الاولاد نحكي لك راهو معناتها جراف جراف على الاخر وما رجعنا دولي. معناتها انا اذا كان يتفرج فيا هو ماذا بيا نعرف شكون حتى مسؤول على اعز بقعه عندها تاريخ لامازيغيه في تونس. صحيح فهمت معناتها حاجه كما هذيك لازم واحد يعرف ميم حتى يكومينيكي مع الناس مش معناتها باش صحيح صحيح فهمتني ما مش قضيه فلوس مش قضيه خدمت ولا ما خدمتش قضيه السوء التصرف واحترام الجمهور مهرجان دولي راهو احترام الفنان واحترام الجمهور والجمهور فوالا صحيح معناتها والله غالب الفنان التونسي يعاني في المهرجان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الوزير بركه ياخوه الموضوع بعين الاعتبار ويسمع فيه ان شاء الله ياخوه بعين الاعتبار وحتى مش ليا انا حتى لغيري حتى الناس اخرين وحتى يعطيك الصحه واضحه الحكايه.